وين ما روح حس انه بدهم بحاجه منهم، مش متعلمين يعني بحاجه للعلم. فانا قررت اخذت قرار اني يعني بدل مثل القصه بدل ما اعطيهم سمك علمهم يصطادوا. ففتحت المدرسه ودعموني يعني اخواتي، نحن يعني مش في شيء من برا. فعم استاجرنا مكان، وهي العام الخامس عندي تقريبا 185 طالب صاروا حافظين اربع اجزاء، وبالاضافه الى العربي والانجليزي والرياضيات. الحمد لله رب العالمين بيقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني بالعلم الدماغ بتقتل الجهل، وبيطلع منه إن شاء الله إنه ناس تعطي جيل جديد وحلو. فكرمل هيك أنا أول شيء نحفظهم قرآن ونعلمهم القراءة والكتابة إن شاء الله. احنا هون عندنا دورة تحفيظ للقرآن الكريم في رمضان الكريم وغير رمضان الكريم، ان شاء الله دورة مستمرة. الطلاب عندنا عددهم طبعا هي الدفعة الاولى، في ان شاء الله حيوصلوا بعد شوي، عددهم بيوصل للمية تقريبا ان شاء الله. في عندنا حفظة ما شاء الله، يعني حفظت جزء او جزئين او ثلاثة، وان شاء الله حنستمر معهم. بكل شهر في تكريم للطالب المجتهد والمجد ان شاء الله. وفي عندنا كثير نشاطات، مسرحيات واغاني ورقصات دينيه، طبعا اكيد كل هذا ديني. وان شاء الله في عندنا طالبات كمان ما شاء الله حافظين في القران الكريم وحيشاركوا مسرحيات، وفي طالبات عندنا هن اللي الفوا المسرحيات وهن حيقوموا بتمثيلها باذن الله تعالى. تمام الله يرضى عليكم. تفضل.